الفيلم اللي هو لايت مش كوميدي هو لايت وفي قصة حب لذيذة والعلاقة ما بين الاثنين حلوة ودي أول مرة أعمل يعني دي أول مرة أعمل النوعية دي من الأفلام فكنت متحمسة جدا والكل عمل كله كان جميل والمخرج سيف وأستاذ أحمد عبد الباسط وكل الممثلين يا رب تبقى تجربة حلوة ومختلفة يعني بالنسبة لي.